واحنا بنتكلم زي كابتن اسامه، كابتن اسامه عرابي، واحنا بنتكلم، احنا يعني بنتكلم في الاسبوع الثامن، لسه مشوار الدوري طويل. المباراه اللي فاتت انت بطل كاس مصر، بطوله، اللعيبه منتشيه، النهارده بتخسر لكن لسه عندك مشوار طويل، ممكن خساره تيجي لك في الطريق لكن تصلح المسار مره اخرى وتخلق دوافع جديده للاعيب النادي الاهلي. يعني الخساره مش نهايه المطاف، ده طبيعي في كره القدم انه بيحصل هزايم، بيحصل تعادلات، بتفقد بعض النقاط، والحمد لله ان احيانا بتيجي في موقف مش هقول يعني مش مؤثر قوي، لانك انت بتقول احنا لسه في بدايه الدوري، الاهلي لعب 8 ماتشات لسه له اكتر من 30 يعني حوالي 30 اسبوع، فانت كان عندك مباراه اهم الماتش اللي فات، كانت ممكن اللخبطه دي او البتاع تيجي في ماتش الزمالك نهائي كاس ببطوله، فالحمد لله ان هي جت النهارده. يعني زي ما مستر كولر قال وقال انا اخطات بحاجات معينه، واضح احنا قلنا واحنا بين الشوطين قلنا ان المباراه الاهلي مسيطر اكتر، ولكن كلنا اجمعنا ان المباراه رايحه جايه، وقلنا زي ما النادي الاهلي احرز اهداف وعنده فرص انه يسجل تاني، في المقابل في فرقه البنك الاهلي عندها خطوره قدام وممكن تسجل، لانه واضح ان كانت في اخطاء كتيره في الخط الخلفي هنا وهنا في 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 في, في, في ناحيه الدفاع البنك الاهلي وناحيه دفاع النادي الاهلي، سواء الوقفات اللي قلنا ويمكن مستر كولر اعترف بيها، عدم التجانس بين عمر كمال ورامي ربيعه، طلوع رامي معلول في الجنب الشمال، واحنا قلنا كان هو عامل جبهه كويسه هو ورضا سليم وامام، ولما نزل كمان حسين الشحات اللي عمل حركه كويسه، ولكن عمر كان بيوسع كمان احيانا اكتر عشان يغطي كمان علي معلول، فالمسافات كانت كبيره شويه بين عمر ورامي، وفي برضو مشاكل عند اكرم شويه، ونص الملعب كان مفتوح، مروان عطيه يمكن كان عامل شغل كويس فيه، ولكن كان في مساحات كبيره هنا وهنا أثرت وبين من نتيجة اللقاء، يعني رغم الهدف أو ضربة الجزاء الواضحة اللي البنا ما اتحسبتش ومحمد الحنفي ما جابهوش ساعة الفار، 7 أهداف، ده دليل على الكلام اللي احنا كنا بنقوله بين الشوطين، إن الملعب مفتوح من ناحيتين، وهنا هيحصل تسجيل أهداف وهنا هيحصل تسجيل أهداف. هما وفقوا أكتر إنه جابوا 4 أهداف، وانت جبت 3 وقضعت اكتر من فرصة، لكن طبعا توقيت ضربة الجزاء كانت هيبقى مؤثر جدا، لانها كانت 3-2 وكان ممكن هدف فده وارد في كرة القدم. انا يعني انا مش شايف الاهلي، بالعكس انا شايف الاهلي فيه فترات لعب فيها حلو جدا، بالذات كمان لما حسين الشحات نزل عمل هجمات كتيرة جدا خطر وكان مؤثر وعمل هجمات، ولكن هي كانت المشكلة في انك انت ما حافظتش في نص الملعب نواحي الدفاعيه وما حافظتش في نص الملعب وفي الخط الخلفي، حتى وانت كسبان 3-2 كان برضو في اختراقات مستمره من كريم بامبو، من ياو النور، ومن اسامه فيصل لما نزل، انت ما حافظتش على الموضوع ده شويه، تمام، فنتيجه اخطاء طبعا، هم جابوا 4 أهداف وانت جبت 3، وده واضح انه زي ما قلت لك من ال7 أهداف انه الموضوع كان مفتوح. تمام. الموضوع كان مفتوح.